شهد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة بحضور سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير الشروق بمركز مرعية للفنون، معرضين فنيين للمصورة الإماراتية لميا قرقاش والفنانة شفا غدار. أعمال فنية تخرج عن المألوف لتجسد نظرة الفنان الجمالية للأماكن، ضمها معرضان فنيان الذي افتتحه معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لرئيس دولة الإمارات وسعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير الشروق. معرض كن للمصورة الإماراتية لمياء قرقاش، قامت الفنانة عبره بتسليط الضوء على الروابط البشرية بين المدن المختلفة، فالتجارب المشتركة تولد الشعور للحنين. الفكرة الأساسية في الموضوع أن بغيت أربطنا كبشر من ناحية الإنسانية، من ناحية رحلتنا الروحانية، لكل شخص فينا رحلة الخاصة. فالمشروع نفسه صورت ووثقت أماكن متعددة بين الإمارات وبريطانيا، والفكرة هي أن أتعدد في المساحات والأماكن اللي أصور فيها. وفي ركن إبداعي آخر نلتقي الفنانة شفا غدار في معرض في سكن المغيب التي تستلهم أعمالها من تقنية الفريسكو، وهي تقنية لرسم الجداريات يتم وضع الجص على مراحل ما يسمح باندماج الألوان، وتستخدم الشمس رمزا للضوء واللحظات العابرة والعواطف التي تم تجسيدها وتثبيتها في أشكال ملموسة باستخدام مواد مثل الحجر الجيري والأكريليك والطلاء الزيتي. أنا متخصصة بتقنية تاريخية للبينتينج اسمها فريسكو، استعملتها هون مع تقنيات أخرى لإخلق لوحات عن الجبال والسهول يلي جاية من مناطق لبنانية، المناطق يلي أنا ربيت فيها بطفولتي، بس كمان لأطرح فكرة كيف الأرض مثل الجسم مثل الإنسان ومثل الأفكار والشعر هي دايما بحالة تبلور. مركز مرايا للفنون يستقطب الفنانين الموهوبين الذين يستعرضون الجمال البصري في أعمال إبداعية متنوعة ومميزة ومفاهيم جديدة تترجم حضارات وحقبا مختلفة وتجسد دورات الحياة والمشاعر الغامرة والبدايات والنهايات. مركز مرايا للفنون يمنح الفرصة للموهوبين والمبدعين بتجسيد نظرتهم الجمالية التي يرونها للألوان والمساحات. لأخبار الدار مجد سويدي من مركز مرايا للفنون.